كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد لم يعد فيه مجال للمفاجآت، فقد غدت نتائجه واضحة ومحسومة قبل أن يبدأ. فقد جعلت شافي هرنانديز من برشلونة فريقاً تائهاً وبلا هوية. لقد جعل من برشلونة فريقاً سهلاً يمكن لأي خصم الإطاحة به في أي وقت. وإن يكن أحد أساطير النادي بات يعبث بالفريق، وأصبح استمراره مع البرشا مهزلة وعارا بحق الفريق وتأريخه. رباعية مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني قد تكون المسمار الأخير في نعش المدرب تشافي، الذي فقد الحلول ولم يعد لديه ما يقدمه لبرشلونة. لقد بات رحيله ضرورة لابد منها لإنقاذ الفريق والحفاظ على ما تبقى من ذكريات له في قلوب عشاق برشلونة.